مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم الى حلقه جديده من صدى اقلام جديد، نرصد فيه ابرز ما كتبت الصحف العراقيه والعربيه والدوليه، ولكن بعد جوله في اهم العناوين. في المدى، الكره العراقيه تودع الاسطوره احمد راضي، حي في قلب كل عراقي بالهويه الوطنيه. في العربيه الجديده، العراق يطرح حوارا شاملا مع تركيا لتصفير الخلافات. في الزمان، وزير الخارجية لمجلس التعاون، توسيع العلاقات مع دول الخليج من أولويات العراق. في العرب اللندنية، مؤتمر بعبدة أمام تحدي غياب الميثاقية السنية. في أوبزيرفر، ترامب سيقاضي ابنة أخيه عن مذكرات للعائلة. في القدس العربي، قيس سعيد في باريس لأول مرة منذ توليه السلطة ويلتقي ماكرون. وفي موقع عربي 21، واشنطن تعارض بشدة أي تصعيد عسكري محتمل في ليبيا. في مقال نشر بصحيفة المدى جاء في مطلعه: لماذا لا توجد مستشفيات متطورة في بلد يصدر يوميا أكثر من 4 ملايين برميل نفط؟ مثلما لا يسأل أحد لماذا لم تتم محاسبة المسؤولين الذين حولوا البلاد إلى شركة يديرونها مع حاشيتهم. لا صوت يعلو على صوت الطائفية القبيح. هكذا عاشت مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من 48 ساعة من الاشتباك العنيف، لمجرد أن البعض أعلن أن أحمد راضي رحمه الله سينقل إلى عمان للعلاج. هكذا مضت أعنف عمليات الابتذال نحو اختراع تهم لإنسان كان يتمنى أن يموت في أحضان عائلته. مقال للكاتب علي حسين في صحيفة المدى حول وفاة اللاعب الكابتن أحمد راضي، نتابع. أعتذر من القراء جميعا على العودة إلى حديث الطائفية التي كنا نتمنى لو أننا تجاوزناه، لكننا للأسف نجد من يسمون أنفسهم نخبة المجتمع هم أول من يروج لهذه السموم. فتخيل جنابك أن يكتب شاعر ومسؤول ثقافي متشفيا برحيل أحمد راضي لأنه انتمى إلى قائمة برلمانية سنية، فيما لا يزال أحد أبرز الطائفيين ممن يتولون مناصب إعلامية بارزة يصر على أن يكون صوتا ملغوما بالخراب والانتهازية. لقد ضاقت بنا التعابير أيها السادة في ظل حالة تتكرر كل يوم لتنقلنا من سيء إلى أسوأ، وكان آخرها ما كتب قبل رحيل نجم الرياضة العراقي أحمد راضي، حيث وجد البعض في محاولة إنقاذه من الموت فعلا طائفية. فكيف ينقذ أحمد راضي ولم يتم إنقاذ اللاعب الراحل علي هادي الذي راح أيضا ضحية فشل المنظومة الصحية؟ لم يسأل أحد من جهابذة الطائفية لماذا يموت علي هادي وأحمد راضي ومئات العراقيين ولا تتوفر لهم رعاية صحية. لم يكتب أحد من رافعي شعار التوازن في الموت عن أوضاع مستشفياتنا التي تفتقر لأبسط الأجهزة الطبية في الوقت الذي نهبت عشرات المليارات من موازنة وزارة الصحة في زمن أتقياء الأحزاب الدينية. لم يسأل أحد نفسه لماذا يراد من المواطن، سواء كان نجماً محبوباً مثل علي هادي وأحمد راضي أو مواطناً بسيطاً، أن يتحول إلى مجرد رقم يضاف إلى سجلات الموتى. في هذا الصنف من المعارك يقول علي حسين: إنها معارك مبتذلة طائفية وشاذة على النفس الإنسانية السوية. وفي هذا الصنف أراد البعض أن يوزع بمعرفته على من يستحق صفة ضحية ومن لا يستحق. في إحدى فقرات مقال منشور في كتابات جاء فيها: صنف الفقهاء المسلمون هذه الفعلة تحت باب الجناية على النفس، بند القتل بالتسبب، وجعل الجمهور منهم جعل حكمها عند الله وفي الدنيا حكم القتل العمد المباشر إذا توفرت الأدلة عليها. فعندما يحبس وزير دفاع منقلب رئيس دولته المدني المنتخب ثم يخاف أن يقتله علنا كما يفعل المنقلبون عادة، تفاديا لاستفزاز الناس وإيقاظ ما تبقى من ضمائرهم أو نخوتهم، فيوصي سرا بتركه
بلا عناية طبية أو غذائية وهو بحاجة ماسة إليهما ويموت، فإنه قتله بالتسبب. مقال للكاتب أدهم شباب في موقع كتابات. بعض المجرمين من الطغاة في السياسة أو في الطائفية أو الثأر الحقود لأسباب مصلحية شخصية بحتة يتحاشى القتل المباشر خوفا من الملاحقة القانونية تارة أو الغضب الشعبي تارة أخرى أو تشوه مركزه الديني في ادعاء التسامح مع المذاهب أو الأديان الأخرى تارة ثالثة، فيقتل خصمه أو منافسه أو مزعجه بطريقة متعمدة إلا أنها غير مباشرة، فتمر على الناس الطيبين أو حسني النوايا والمغفلين أيضا، وهؤلاء هم الأغلب الأعم بين الناس. ويحصل هذا في العصر الحالي بين مجتمعاتنا الإسلامية والديكتاتورية حصرا وكثيرا، فهو اغتيال بطريقة غير معلنة وتصفية جسدية بعيدة عن طائلة القانون. وعندما يأتي رجل مشهور كان قد غير طائفته أو انتقد دولة مارقة فيعود إلى ساحة نفوذ طالبيه ويستنكر الإجراءات الصحية لحكومة بلطجية فاسدة وهو مريض بين يديها، فيستفزهم ويصير الناس يتداولون ذلك ويتخذون الخبر شاهدا على تقصير الفاسدين، فإنه يكون قد ارتكب خطأ فادحا بحق نفسه. يقول أدهم شبيب إن الذي يدعو للاستغراب هو القتل بفتوى دينية، أما القتل بمكيدة سياسية أو بأحقاد ثأرية فلا غرابة فيه، وكله جناية على النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وهكذا حال من حرم من الرعاية الطبية الصحية في زمن كورونا. الآن إلى مقال جديد منشور في صحيفة العرب اللندنية وجاء في مطلعه: العراق بوجود الاحتلال الإيراني الحامي القوي والوحيد لأخطبوط الفساد والفشل والخيانة والعمالة للأجنبي لا يحتاج إلى رئيس وزراء مجامل ومهادن ومتردد وخائف. لقد بلغ رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي في وعوده القاطعة للشعب العراقي حتى قبل اكتمال حكومته باجتثاث الفساد ومحاسبة المخربين والمختلسين وحصر السلاح بيد الأجهزة الحكومية وتخليص الدولة العراقية من الطفيليين الذين انقضوا أو أنقضوا ظهرها وأفقدوها الهيبة والسيادة والاحترام، فأنعش بذلك أحلام الجماهير المظلومة والمنهوبة بالعدالة والإنصاف وإعادة الوطن إليها بكامل الصحة والعافية والسلامة. مقال للكاتب إبراهيم الزبيدي في صحيفة العرب اللندنية، نتابع جزءا منه. أمر بإطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين ولم يطلق سراح أحد لحد الآن، وطلب التحقيق في جرائم الاعتداء على المنتفضين ولم يحدث شيء بهذا الخصوص حتى وقت كتابة هذا المقال، ثم أوعز بالبحث عن السجون السرية وهو القادم من جهاز المخابرات، وزار مقر الحشد الشعبي ونزع زيه المدني وارتدى زي هيئة الحشد وهو يعلم أن الشعب العراقي كان منتظرا منه أن يلجم هذه الميليشيات وأن يسحب سلاحها ويضع حدا لاستهتارها بالدولة وبالمواطنين. وأكثر من ذلك، فقد حذر وهو بين كبار القادة الحشديين المجاهرين بكونهم فوق الدولة وحكومتها ورئاسة جمهوريتها وقوانينها من وجود أصوات نشاز تحاول إيجاد فجوة بين الحشد والدولة، وقال إن الحشد تأسس استجابة لفتوى المرجع الأعلى السيستاني وإن الانتقاص من تضحياته من قبل أي جهة أمر مرفوض، ثم أمر بوقف رواتب الرفحويين ومزدوجي الرواتب، ثم عاد ورضخ لتظاهراتهم وألغى قراراته تلك وهو يعلم أن ذلك لن يمر بسلام، ولابد أن يكون له أثر عكسي في الشارع العراقي المطالب بالعدالة المفقودة وبوقف النهب المقنع لأموال الدولة المفلسة. ثم توج خطاياه الكبرى بزيارة لنور المالكي وهو الذي يعتبره ملايين العراقيين رأس الدولة العميقة وقائد جيوش الفاسدين والمفسدين. وتبرر أوساط حكومية تلك الزيارة بأن الكاظمي هاجم المالكي وهو في الموصل دون أن يصرح باسمه بقوله إن سبب سقوطها كان سوء الإدارة والفساد، ويقال إن المالكي غضب عليه ويبدو أنه لم يحتمل تبعات غضبه عليه فسارع إلى زيارته للاعتذار
حتى وهو يعلم بأن من صفات القيادة الوطنية الحكيمة القوية الشجاعة أن تكون قراراتها حازمة وحاسمة، لا تفسدها مجاملات ولا تراجعات، لأنها تكون عادة قد اتخذت بعناية ودراية وإرادة من حديد. ربما هي المرة الأولى التي تشترك أو تتشابه حكومة إقليم كردستان مع الحكومة العراقية الاتحادية في صفات وأوجه كثيرة، فرئيسا الوزراء في كتلتا أو في كلا الحكومتين جاء من خلفية أمنية، وبالتالي فإن الرجلين يمتلكان معلومات كافية وحقيقية عن حجم الخراب والدمار والفساد الذي أحدثته شركات وأحزاب وشخصيات معينة معروفة حتى للمواطن العادي البسيط. ومن المفروض أن تكون الخطوة الأولى لهما الضرب بقوة القانون على يد هؤلاء الفاسدين، ولكن هل تحقق ذلك؟ الكاتب عبد الستار رمضان في مقال بصحيفة الزمان يجيب على هذا السؤال، نتابع. باب الحكومة العراقية والكردستانية مفتوح ومن كل الجهات، بل ومن الأعلى والأسفل للفساد، والحرب ضده أصعب وأقسى وأشد من معركة الإرهاب، لأن ساحة الإرهاب مفتوحة ومكشوفة، لكن الفساد أقسى وأخطر لأنه متغلغل ومنتشر أكثر من الإرهاب والسرطان والأوبئة وجائحة كورونا، وهو يدمر الاقتصاد ويحطم المجتمع ويفلس الحكومات. فالفساد هو الذي أوصل الحكومتين إلى الشلل والإفلاس والعجز عن توفير وتوزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين الذين أصبحت كل اهتماماتهم وأمنياتهم أن يستلموا رواتبهم في مواعيدها المحددة من دون تنقيص أو تأخير، وقد نظم القانون حالة المفلس الذي يستطيع الإعلان عن إفلاسه لتسري أحكام ومواد قانونية خاصة تحفظ حقوق الآخرين. لكن لا يوجد في القانون أحكام لإفلاس الدولة أو الحكومة التي اسمها مشتق من الحكمة والعقل، وعليها قبل أن يصل بها الحال إلى أسوأ مما وصلت إليه الآن أن تعرف كم لها من حقوق وديون وأموال وأراض وعقارات الدولة وضرائب ورسوم في ذمة الشركات وفي بطون الشخصيات المهمة والكبيرة، وتأخذ حقوقها من هؤلاء المقربين والمدللين عندها، وتضبط المنافذ الحدودية وسرقات النفط، وتدقق عقود الاستثمار والمسطحات التي هي بالحقيقة سرقة لأراضي الدولة بطريقة قانونية ملتوية يساهم فيها ضعاف النفوس والضمير من بعض المحامين والمستشارين للفاسدين المتنفذين وأقارب المسؤولين، واستولوا على المال العام وجعلوه خاصا لهم قبل أن تقوم بما يسمى ادخار أو تقليل أو تأخير رواتب الموظفين. قضية رواتب موظفي كردستان ورواتب موظفي العراق أصبحت عامة ومعروفة ويتضرر منها الجميع، لكنها تظل قضية مصيرية مؤثرة في حياة الموظفين الحقيقيين الفعليين الذين يداومون في دوائرهم وليس لهم مصدر عيش غير الراتب الذي يستلمونه، وتم تدقيق أسمائهم الرباعية وحفظت بصمات عيونهم وأصابعهم العشرة. ما نتمناه ونأمله أن تكون أبواب الحكومة مغلقة بوجه الفساد وسراق المال العام ومفتوحة لكل الإجراءات التي تحفظ الحق العام وتعيده لخدمة العامة وليس للمنفعة الخاصة لعوائل وأقارب وأحزاب السلطة والحكومة. الآن أخذكم إلى هذا المقال أو التقرير المنشور في صحيفة لوفيغارو، وجاء فيه: في تقرير بعددها عن الزيارة التي يقوم بها الرئيس التونسي قيس سعيد إلى باريس والتي تعد الأولى له إلى فرنسا وبلد أوروبي منذ توليه السلطة، قالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إنه بالنسبة للرئيس التونسي فإن هذه الزيارة هي ذات أهمية كبيرة بالنسبة للعلاقات الثنائية مع باريس التي تعد الشريك الاقتصادي الأول بالنسبة لتونس. الزيارة مهمة جدا على صعيد السياسة الداخلية التونسية بالنسبة للرئيس قيس سعيد لإثبات أنه هو سيد الدبلوماسية التونسية في الوقت الذي يبدو فيه أن راشد الغنوشي رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة يتدخل في مهامه،
كما تحدثت عن ذلك مؤخرا عدة تقارير داخل وخارج تونس. وأيضا رأت لو فيغارو أن هذه الزيارة تشكل فرصة للرئيس التونسي الذي وصفته بالمبتدئ عديم الخبرة للظهور على المسرح الدبلوماسي الدولي، مذكرة هنا أن سلفه الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي كان محنكا في العلاقات الدولية. وأوضحت الصحيفة أن قيس سعيد يبدو منشغلا أكثر بالسياسة الداخلية، لكن ذلك لم يمنعه من القيام بعملية تنظيف على مستوى السلك الدبلوماسي، تمثلت خاصة بإقالة وزير الخارجية السابق والسفير والقنصل العام التونسيين لدى باريس بشكل مفاجئ. وأشارت لو فيغارو إلى أن هذه الزيارة إلى فرنسا هي ثالث زيارة فقط لقيس سعيد منذ توليها السلطة بعد تلك التي قادته إلى سلطنة عمان في يناير كانون الثاني الماضي بمناسبة وفاة السلطان قابوس، ثم إلى الجزائر في الشهر الموالي، ولم يشارك أستاذ القانون الدستوري السابق في أي قمة دولية منذ توليها السلطة، مما ترك المجال مفتوحا لخصومه وفق الصحيفة الفرنسية. الآن أخذكم إلى مقال منشور في صحيفة الغارديان، ويقول فيه ديفيد سميث وهو مراسل صحيفة الغارديان في واشنطن، يقول إن دونالد ترامب الذي صعق العالم بفوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 واحتفل مع عائلته بفندقه في نيويورك، يقول إنه يواجه اليوم خطرا من ابنة أخيه الليبرالية في وقت يجابه فيه أزمة مذكرات جون بولتون مستشاره السابق للأمن القومي. تستعد ماري ليا وهي محللة نفسية سريرية لنشر كتاب عن عمها بعنوان أكثر من اللازم ولا يكفي أبدا، كيف أنجبت عائلتي أخطر رجل في العالم. العديد من الموظفين السابقين في إدارة ترامب نشروا كتبا حول تجربتهم في البيت الأبيض تحت حكمه، إلا أن كتاب قريبته سيكون جارحا لأنه سيكشف تفاصيل شخصية وعائلية. وينقل التقرير عن مايكل دانتونيو وهو مؤلف كتاب عن ترامب قوله: أعتقد أنه متضايق ولن يعاملها بلطف. ويوضح أن حياة ترامب لطالما ظلت شأنا عائليا ولا يعرف أحد أين تنتهي العائلة وتبدأ التجارة، فصور والديه معلقة فوق مكتبه البيضاوي، كما أن وفاة شقيقه الأكبر تركت ظلا على حياته، فيما يعمل أبناؤه في شركته أو حملته الرئاسية للبيت الأبيض. وتدعم ماري ليا حركة حياة السود مهمة وتحديد النسل، وتتابع ديمقراطيين عبر تويتر مثل ألكساندرا أوكاسيو كورتيز وممثلين ليبراليين مثل ستيفن فراي. وموقفها الكاره لعمها ترامب سابق على دخوله المعترك السياسي، فعندما توفي فريد ترامب الأب وزعت ثروته على أبنائه باستثناء والدها. ويشير ديفيد سميث في تقريره إلى أن مشهد احتفال ترامب وذويه في تلك الليلة غابت عنه ماري ليا ابنة أخيها، التي كتبت في تغريدة لها آنذاك: هذه أسوأ ليلة في حياتي، متسائلة ماذا حدث لهذا البلد أي أمريكا. وأضافت: أخشى أن تكون تجربة الأمريكية قد فشلت. تلقى الشارع الرياضي العراقي صدمة جديدة بوفاة أسطورة الكرة العراقية السابق أحمد راضي المرشح على رئاسة اتحاد كرة القدم في الانتخابات الجديدة المزمع إجراؤها في نهاية العام الحالي، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 أمس الأحد على إثر الفحوصات الطبية التي خضع لها، حيث فارق الحياة بعد مكوثه بحجره الصحي مدة 7 أيام في مستشفى النعمان بمدينة الأعظمية في العاصمة بغداد إثر تدهور حالته الصحية. وأصبح المهاجم الدولي السابق المرحوم الكابتن أحمد راضي رابع شخصية رياضية عراقية يتوفى بعد فالح عودة نائب رئيس دائرة التنسيق والمتابعة في وزارة الشباب والرياضة ومدرب منتخب الناشئين السابق لكرة القدم علي هادي والصحفي الرياضي علي عامر البياتي، حيث أحدث رحيله مفاجأة جديدة لم يستطع أن يستوعبها أحد في الوسط الرياضي. وتفاعلت جميع القنوات التلفازية المحلية والعربية ومواقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك وتويتر وإنستغرام وتليجرام
تفاعلت مع خبر وفاة أحمد راضي وبثته بشكل عاجل كونه يحظى باهتمام كبير من الشخصيات الحكومية الرياضية وزملائه من نجوم الكرة العراقية السابقين والمدربين واللاعبين ومجالس إدارة الأندية. الآن إلى الكاريكاتير. ختام صدى الأقلام، دمتم بخير وإلى اللقاء.